عمره 95 عاماً، يعيش لوحده في بيت متداع قديم استأجره قبل 60 عاماً بتسعة جنيهات. توفيت زوجته وتركته يواجه ما تبقى من حياة وحيداً. وديع فلسطين، كاتب ومترجم مصري، لمع اسمه في الخمسينيات وخبى بعد ثورة يوليو. أول ما لفت انتباهي هو اسمه المركب، فكيف جاز ذلك؟ هذا الاسم كان شائعا في الصعيد، وأنا صعيدي، لأن فلسطين كما تعرفون هي بلد المسيح، والمسيحيون كانوا يسمون أبنائهم فلسطين وأحيانا حتى إسرائيل، بس توقفوا على حكاية إسرائيل. فأنا صعيدي يعني، من مولود في بلد اسمها إخميم من محافظة سوهاج، وإن كانت الأسرة تنتمي إلى إقليم ولا محافظة قنا. يعني هذا الاسم جعل الناس، بعض الناس يظنون يعني بأنني فلسطيني، ولا سيما لأنني أنا في بداية حياتي العملية تعاملت مع الشوام، كان كل أساتذتي شوام. لما كنت في جريدة المقطم مثلا كان عندي خليل باشا ثابت شامي، ابنه كريم باشا ثابت سامي، فؤاد صروف كان رئيس تحرير المقتطف شامي، نقول الحداد اللي رأس تحرير المقتطف كان شاميا، وده اللي ترجم نظرية النسبية، وخليل مطران شامي. يعني كل هؤلاء، وأنا عرفت هؤلاء الناس كلهم وتعاونت معهم، فكانوا يظنون أنني شامي، وإن كان يعني هذه تهمة لا أدفعها لأني يعني أحب الشوام، وأينما ذهبت أنا في بلد شامي كان يعني يرحبون بي. التحق وديع فلسطين بالجامعة الأمريكية في ثلاثينيات القرن الماضي، حيث طمح لدراسة الكيمياء، لكن لقلة الحال التحق بقسم الصحافة. الحقيقة الصحافة دي كانت تغييرا أساسيا في حياتي. أنا كنت أحب الكيمياء، وكل المعادلات الكيميائية دي يعني كانت يعني ألف بي بالنسبة لي، وكنت أحب يعني أن أدخل كلية العلوم أو أي كلية الصيدلة عشان أدرس يعني بتاع. لكن بسبب ارتفاع المصاريف يعني في هذه الكليات لم أستطع أن أدخل، فاخترت الأرخص. الأرخص إيه؟ كان قسم الصحافة في الجامعة الأمريكية. دخلت الصحافة في الجامعة الأمريكية وتركت بقى الكيمياء التي كنت أعشقها، ووجدت نفسي يعني عندي شهادة في الصحافة، والمشتغلين بالصحافة ما كانش يعني يتخرجوا، حتى جامعة القاهرة لم تكن قد أنشأت فعلا قسم للصحافة، وإن كان سميته التحرير ومش عارف إيه والترجمة، ما لم تسميه الصحافة. فاشتغلت في الصحافة بهذا الشكل. كان العمل في الصحافة طريق محفوف بمخاطر الاعتقال في عهد الملك فاروق كما يقول وديع فلسطين، لكن لم يكن أمامه خيار آخر. يا سيدي الفاضل، أنا تخرجت من الجامعة الأمريكية سنة 42 في قسم الصحافة، ولما تخرجت في الصحافة يعني أصبحت أعمل في الصحافة التي في وقتها كان الملك فاروق موجود، وكانت الصحافة عرضة لأي تقلبات سياسية. فلما كانت مثلا جريدة المقطم التي عملت أنا فيها وكنت أحد كبار محرريها أغلقت، فأتحولت إلى الترجمة، وأنا يعني أحسن الترجمة باللغة الإنجليزية سلبا وإيجابا، يعني بين اللغة الإنجليزية والعربية والعكس.